الحصاد الأسبوعي، أهلا بكم. في المستهل أمر الإسلام صراحة بنصرة المسلم لأخيه وجعلها حقا واجبا، فكان من أبر البر نصرة المظلوم ومنع الظالم عن ظلمه. ونعني بالنصرة تلك الغيرة الإيمانية التي تدفع المسلم لرفع الظلم عن أخيه المسلم المستضعف أو لمد يد العون إليها. وعملا بهذا بادر العديد من المسلمين عبر بقاع العالم إلى مساندة ومساعدة الفلسطينيين، وعلى رأسهم جمعية العلماء المسلمين الجزائريين التي بادرت إلى إرسال بعثات طبية تشمل أدوية، أجهزة خاصة، عتادا طبيا، مواد شبه صيدلانية إلى قطاع غزة. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس المدير العام لقناة الأنيس الفضائية ومنسق البعثة الطبية سيد فيصل بالجلالي. إذن سيدي، تحية طيبة لك. هل لك أن تطلعنا أكثر عن تفاصيل البعثة، كيف تمت وإلى أين وصلت؟ وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم، كما ذكرت، البعثة هذه حصل تنسيق ما بين جمعية العلماء المسلمين الجزائريين اللي عندها تاريخ في إغاثة ونجدة إخواننا في غزة وفي غيرها من الأماكن، وبتنسيق مع أصدقاء من International ONG، منظمة إغاثية عالمية. فالحمد لله حصلنا يعني على الموافقات اللازمة لدخول القطاع كغيرنا من البعثات السابقة. كان هناك 9 بعثات طبية من قبل، يعني أطباء من كل العالم يعني يدخلون للقطاع. في الأغلب الأعم يعني هم أطباء جراحة عامة يعني وجراحة تخصصية. فالفكرة هو أنه تبقى الوفود البعثات الطبية يعني في يعني باستمرار أسبوعين 3 يخرجوا من المنطقة ويدخل وتدخل بعثة ثانية، يعني مع مستلزمات طبية، مع عتاد طبي، مع مستلزمات صحية أيضا بما فيها حتى الملابس. يعني لما يكون هناك جرحى فيصير فيها يحتاجون مثل ملابس جديدة، يحتاجون مستلزمات خاصة للنظافة الخاصة وهكذا، يعني اللي تم كما قلت هو يعني سابقة في هذا السياق. يعني أول وفد طبي جزائري يتم يعني إفاده إلى القطاع. احنا طبعا دخولنا على معبر رفح كان مبرمج ليوم الاثنين الماضي، لكن اللي صار المستجد هو أنه لأول مرة منذ بداية الحرب صار فيه اجتياح للمعبر وتم تعطيله بالكامل، يعني احتل المعبر فتوقفت يعني كل حركة فيه، يعني حركة سواء أشخاص أو بضائع. فهذا الذي حال بيننا وبين الدخول. ومن ذاك الحين والوضع على ما هو عليه، يعني فيه اجتياح بري للمنطقة الشرقية لرفح، وفيه تمشيط يعني المنطقة. فنحن بانتظار يعني أن تهدأ الأوضاع يتم إعادة تشغيل المعبر، وإن شاء الله نستمر في مهمتنا هذه اللي هي من الواجبات. يعني لنا إخوان من الجانب الثاني من الحدود يعني يقصفون ويبادون يعني بصريح العبارة. فالفرق الطبية هناك منهكة، المحلية قصدي، يعني ما تبقى منها، يعني المستشفيات كلها دمرت، إلا ربما كان باقي مستشفى حكومي يعني شغال لكنه صار خارج الخدمة هذا الأسبوع. باقي المستشفى الكويتي، المستشفى الأوروبي، يعني مرافق تعد على الأصابع، مرافق صحية تعد على الأصابع.
هي في كل الأحوال غير كافية يعني لإسعاف الجرحى، لكن يعني إن شاء الله ربي يوفقنا نتم مهمتنا إن شاء الله على أكمل وجه، ويتقبل منا ومن كل من ساهم يعني في هذا في إنجاح هذه البعثة من يعني من متبرعين وداعمين. وشكرا جزيلا، وإلى محطة أخرى إن شاء الله يكون هناك فرص نوفيكم بأبديت يعني في حينه. نعم، في انتظار تفاصيل جديدة. سيد فيصل بالجلالي منسق البعثة الطبية إلى غزة، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. إلى الأخبار الوطنية، حيث حل وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور يوسف بالمهدي أمس بولاية عنابة في زيارة عمل وتفقد قام خلالها بالإشراف على افتتاح يوم دراسي بمناسبة إحياء اليوم الوطني للذاكرة تحت عنوان الإبادة ذاكرة لا تنسى. اليوم الدراسي أقيم بدار الثقافة محمد بوذياف، وخلال زيارته قام بالمهدي بزيارة تفقد لمسجد أبي مروان الشريف الأثري التاريخي، كما وضع حجر الأساس لمشروع بناء المسجد القطب لولاية عنابة. ويتربع المسجد القطب المصمم لكي يتسع ل 12 ألف مصلي على مساحة إجمالية تفوق 7 هكتارات، من بينها مساحة مبنية على 6600 متر مربع حسب ما تتضمنه البطاقة التقنية للمشروع. سيضم المبنى الرئيسي لمسجد القطب الذي يضم 4 طوابق، قاعتين للصلاة ومحراب وشرفات ومبنى إداري وقاعة للمحاضرات تتسع ل 300 مقعد، بالإضافة إلى فضاءات خاصة بالنشاطات الثقافية وأخرى للتجارة والخدمات. انطلقت أمس الخميس عملية سحب الاستدعاءات بالنسبة للمتمدرسين الأحرار المقبلين على شهادة اجتياز امتحان شهادة البكالوريا. وحسب وزارة التربية فإن سحب الاستدعاءات سيكون ابتداء من يوم 9 ماي إلى غاية 13 جوان، ويتم سحب الاستدعاءات بالنسبة للمترشحين المتمدرسين من الأرضية الرقمية عبر الحساب الإلكتروني لمديرية المؤسسات التربوية أو من فضاء الأولياء على الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية، وكذا موقعي الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. نشرت مصالح الأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس والذي سيعرف أجواء مشمسة، وحسب بيان لذات المصالح ستعرف المناطق الشمالية للوطن طقسا مشمسا، حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 23 و28 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 24 و31 درجة بالمناطق الداخلية، فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كيلومتر في الساعة على شمال الوطن. أما المناطق الجنوبية للوطن فستعرف طقسا مشمسا، حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 29 و43 درجة، فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كيلومتر في الساعة. أطلقت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بالتعاون مع الوكالة الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية يوم السبت حملة تخصيصية وتوعوية حول المخاطر المتعلقة باستعمال الوسائط الاجتماعية، وتمتد الحملة إلى غاية اليوم الجمعة 10 ماي 2024، بمساهمة كل من وزارة الدفاع الوطني، وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وزارة التربية الوطنية،
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة التعليم والتكوين المهنيين، وزارة الثقافة والفنون، وزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى مشاركة المرصد الوطني للمجتمع المدني، المجلس الأعلى للشباب، والمحافظة السامية للرقمنة، إلى جانب قيادة الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني. هذا وتهدف الحملة ذات الطابع التحسيسي والتوعوي إلى تزويد مستخدمي الوسائط الجديدة بالتوصيات الوقائية والممارسات الحميدة الكفيلة بتقليل حدة المخاطر المحدقة بهم في هذه الفضاءات الافتراضية، سيما ما يتعلق منها بالنصب والاحتيال، علاوة على المساهمة في تلافي آثارها السلبية على تكوين الفرد والإرث القيمي للمجتمع وتماسك النسيج الأسري والمجتمعي. هذا وتم برمجة خطب ودروس توعوية على مستوى مساجد اليوم الجمعة 10 مايو 2024، على أن يسبقها تنظيم ندوات ولائية حول الموضوع لفائدة الأئمة. إلى الأخبار المحلية، حيث نظمت مديرية البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لولاية بني عباس بمشاركة مصالح المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ومديرية الأمن الوطني، مديريات الشباب والرياضة والثقافة والنشاط الاجتماعي، وبحضور رياضيو بعض الجمعيات الرياضية وبراعم الكشافة الإسلامية الجزائرية، معرضا إعلاميا على مستوى ساحة العلم بمحاذاة مقر المجلس الشعبي الولائي ببني عباس. المعرض الإعلامي التحسيسي التوعوي أشرف على انطلاق فعالياته السيد والي ولاية بني عباس رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائية. المزيد في ورقة الزميل بدر الدين حساني. في إطار الحملة التحسيسية الوطنية الممتدة من 4 إلى 10 مايو 2024، تحت شعار معا للتوعية من مخاطر الاستعمال السيء لوسائط التواصل الاجتماعي، وتنفيذا لتعليمات والي ولاية بني عباس، نظمت مديرية البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية للولاية معرضا تحسيسيا الذي أشرف على انطلاق فعالياته السيد الوالي رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي. تحت إشراف السيد والي ولاية بني عباس، نظمت مديرية البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية حملة تحسيسية حول المخاطر المترتبة عن استعمال الوسائط الاجتماعية، حيث تمت بالمناسبة تصدير برنامج يتم تنفيذه بالتنسيق مع جميع الأطراف الفاعلة على مدار الأسبوع في الفترة الممتدة من 4 إلى 10 مايو 2024. كنا اليوم بصدد التحسيس في هذه المخاطر، يعني وخصوصا من الجانب النفسي اللي قادر تكون عندها تأثيرات عدة من الجانب النفسي، خاصة بالنسبة للأطفال والشباب وفئة المراهقين بدرجة كبيرة. ممكن تكون هذه التأثيرات على شخصية الطفل أو المراهق، وبالتالي تأثر على الأسرة وعلى المجتمع ككل. بنلاحظ شخصية غير متزينة، يعني أعراض مختلفة من اضطرابات الشخصية، الاكتئاب، ممكن توصل بعد الهلاوس من تأثير الألعاب الإلكترونية باستخدامها المفرط. اليوم جيت نحضر الحملة التحسسية حول مخاطر التواصل الاجتماعي، يجب الحذر من مخاطرها، من مخاطر التواصل الاجتماعي. ندعو الأطفال لممارسة الرياضة لتجنب هذه المخاطر. شارك في هذا المعرض التحسيسي التوعوي مصالح المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ومديرية الأمن الوطني، مديريات الشباب والرياضة والثقافة والنشاط الاجتماعي، ومؤسسات الاتصالات. نبقى في ولاية بني عباس، وإحياء لذكرى مجازر 8 ماي 1945 والمصادف لليوم الوطني للذاكرة،
أحيت الولاية بهذه المناسبة العظيمة بدائرة الواتا، وهذا بحضور السلطات العليا للولاية وعلى رأسهم والي ولاية بني عباس السيد جمال الدين حصحاص رفقة مختلف الهيئات العسكرية والأمنية للولاية أقول، وكذا المدراء التنفيذيين والمنتخبين بالإضافة إلى الأسرة الثورية وأعيان الدائرة. بدر الدين حسني والتفاصيل. إحياء لذكرى مجازر 8 ماي 1945 والمصادفة لليوم الوطني للذاكرة، احتفلت ولاية بني عباس بهذه المناسبة بدائرة الواتا، وهذا بحضور السيد الوالي رفقة مختلف الهيئات العسكرية والأمنية والمدراء التنفيذيين والمنتخبين للولاية وكذلك الأسرة الثورية. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نورو بدليلنا بنهار شمس الحرية على المداشر شرقت والمدون والأمصار، هذا يوم كبير يوم عواشر والشهداء دمهم ينزار، عيد الاستقلال معلم ظاهر درناه لأحفادنا تذكار، معلم يديه الخير مراير يا سعد اللي ما خطى الأطار، وبنينا وطان شان وظاهر داروا لي حساب في الأقطار، عنده جيش حماه من المخاطر كيف سبع في غابته زمجار، بالشجاعة فاز على العساكر من قرب الحماه راس وطار، ما يدل للعدو والكافر وحتى حد بساحته ما دار، في المشلية راه ديما حاضر شوكة دخلت ريت الغدار، وكانت نار الشر لا تطاير وإحنا في الأمان لا تكدار. وفي ختام هذه الاحتفالية تم التوجه إلى دائرة كرزاز من أجل وضع حيز الخدمة مصلحة مفتشية الضرائب، وهذا في إطار تقريب الإدارة من المواطن. أحيا والي ولاية سمسيلة السيد بوزيد فتحي اليوم الوطني للذاكرة المخلد لذكرى 8 ماي 1945 من كل سنة، وتخللت الذكرى عدة تدشينات من بينها وضع حيز الخدمة لمكتب بريد بالإضافة إلى افتتاح مركز ثقافي استفادت منه البلدية، لتختتم المناسبة بزيارة لعدة مجاهدين تقديرا وعرفانا لما قدمه للثورة الجزائرية. المراسل للزميلة أم الشيخ غربي. رحمنا يا رب العالمين، اللهم أيدهم بتأييد منك يا رب العالمين. بحد ذاته لا سيما وأنه أدرج ضمن ورقة عمله محور أساسي يتمثل في الرقمنة وحنا نطلبوا رب العلي القدير، نطلبوا رب العلي القدير هذه المؤسسة هذه تبقى متماسكة حتى يرث الله الأرض ومن عليه. نهاية الحصاد في أمان الله.